السلام على مشاهدينا في العالم العربي أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ممنوع. هذا المساء يحل علينا ضيفا المغنم والمعلم الإعلامي الأستاذ ماهر فايز. للعود أوتار وعازفين، وللعود أيضا رسالة تتكلم طربا كما تتكلم أدعية لله. اختار ضيفي في ممنوع هذا المساء أن يكون عوده لغة للسماء، مترجما ألحانا ومواهب لكلمة وتجربة حياة قادته إلى التسبيح لسيده ومعلمه المسيح. ماهر فايز في ممنوع. مرحبا بك. اهلا وسهلا. انت تحل ضيف للمره الثانيه في ممنوع، شرف كبير لي. وانا احل ضيف على بلدك مصر في نيلها الجميل. شكرا للدعوه الكريمه. الله يخليك، مرحبا بك في بلدك الثاني. في مره ثانيه تحل ضيفا على ممنوع، كانت المره الاولى مع ضيف كريم. نعم. نذكره ونوجه تحيه لاهله. نعم. وروحه الحلوه الاستاذ الشيخ العالم محمد الهلباوي. واليوم تزورني في ممنوع مرة ثانية لنتحدث عن ماهر فايز، تجربة طويلة. ليس ماهر فايز المغني فقط، بل ماهر فايز الإنسان. فأهلا وسهلا بك في ممنوع. أتمنى نجاح الحلقة والموضوع. أكيد، يعني أنت اسم يجلب كثير من المشاهدين الذين يهتمون بحياة ماهر فايز الروحية وأيضا الشخصية. سنسألك في هذا المساء عن حياتك الخاصة وأسئلة أخرى، فابقوا معنا في الفواصل التي ستقودنا في رحلة جميلة مع المغنم والصديق الأخ ماهر فايز. شكرا. ما الذي قاد هذا الاجتماع للعمل المشترك؟ هو الفكر والهدف والمقصد. من هو المقصد؟ الله، الخالق عز وجل. وبعدين أنا عشان أكلم الخالق عز وجل أقول المقام المصري اللي هو الصبا. الله اسم الذات جل جلاله، وهو الذي ندعوه بالرحمن، سبحانه هو واحد أحد، هو الصمد القوي مصور الإنسان. ما قبله قبل ولا بعد سواك، ما قبله قبل ولا بعد سواه، ولن يحاط بكون النوران. سبحانك سبحانه إن شاء أمرا قال كن، سبحانك سبحانه إن شاء أمرا قال كن، يا للجلال التقى الحرفان. أيضا في ممنوع نتمنى يا أخ ماهر أن تكون الأسئلة عميقة،
أتتحداك. تفاجئني مفاجآت. أيوه. بدون إعداد، يعني بدون إعلام، هي بإعداد ولكن بدون إعلام. نعم. أنت في مصر عشت التحولات الأخيرة ولم تغادر بينما غادر الكثيرون، كيف ترى مغادرة مسيحي الشرق لبلدانهم في أوضاع التحولات التي تعيشها بلداننا؟ كنت الأول أحط علامة استفهام، وأحيانا علامة استفهام فيها شيء من اللوم أو العتاب، ولكن قابلت كثير منهم برا وسمعت القصص والتمست ليهم معاذر. أنا أيضا غادرت بلدي في يوم ما وذهبت إلى الغرب، لكنني اخترت أن أعود إلى بلد ليس بلد، هو في الشرق. نعم. ووجدت احتضانا كبيرا. الخوف عندما نواجه الاضطهاد، والخوف أيضا عندما نواجه الخوف. نعم. فماذا تقول لمن يغادرون؟ النفوس مش زي بعضها، لا في الأفعال ولا ردود أفعال ولا تقييم الموقف. ممكن واحد يبقى عنده أطفال ولأجلهم ممكن يعمل كده، ممكن واحد يبقى عنده ظروف ما حدش يعرفها غيره. عشان كده مع سماعي القصص كتيرة التمس العذر، وأيضا في شريحة لا ألتمس لها عذرا، يعني أشعر أنه كان وجودهم هنا مهم في الفترة دي، خاصة الشريحة اللي كانت قدوة للشباب، قدوة لجيل ينتظروا منهم الثبات وإعطائهم رجاء وإيمان. وماذا تقول لمن يعودون ويفكرون في العودة؟ كتير ناس رجعت وناس كتير بتفكر أكتر في العودة، وأعتقد أنه الأيام اللي جاية هتحمل لينا أخبار من نوعية دي كتير، لأنه الناس متألمة جداً في المجتمعات الغربية اللي بعدها عن الجو العائلي، جو الدفى، الجو الروحاني هنا مميز سواء عند المسلم أو المسيحي. ماهر، ماذا تقول أو ماذا فكرت عندما تلقيت الدعوة لممنوع وأنت قلت لي أنك تشاهد بعض حلقات ممنوع؟ أنت إعلامي مميز يعني بعيد عن لا حقيقي ومبدع، وفتحت مجال جديد وعملت نوعية جديدة من البرامج الحوارية كنا نفتقر إليها في الميديا المسيحية المتصلة بالعالم. ما أقدرش أقول ميديا مسيحية، بس كنا نفتقر لوجود هذا النوع متصل بالميديا المسيحية. ماذا عملت كده؟ ماذا تتمنى أن ترى في ممنوع الآن؟ وشكرا على الكلمات. أنا عارف إن أنت هتفاجئني بأسئلة وإعداد جيد، أنا أبقى فرحان إنه إنك تقلب مواضيعي معايا. الله يخليك. ماهر، نتحدث عنك، لا نستطيع أن لا نتحدث عن فريق الكروس. هذا الاسم قد لا يفهمه الكثير من المتحدثين باللغة العربية، الكروس. من أين أتيت بهذه التسمية؟ حدثنا قليلا عن هذا الفريق. الكروز هو الاسم اليوناني لقاء الكبش قائد القطيع اللي بتحط فيه الجلاجل قدام، فهو يحمل جرس القدوم المبشر بقدوم هذا القطيع، فاتخذ في المسيحية الأولى رمز لسماع الأخبار المفرحة. الأجراس. الأجراس التي تعلن قدوم شيء مبهج أو مفرح ليك. ومنها جاءت الكرازة، يعني إيصال خبر مفرح، خبر الإنجيل يعني البشارة المفرحة. فخدنا شعار. إذن هذه الحلقة قد أعوننها بأجراس الفرح مع ماهر فايز. هذا الإبداع بتاعك بقى. الله يخليك. احكي لي شوية عن الفريق، عن الكروس. من واقع إحساسي ورأس إنه العمل الفردي ملوش تأثير على المجتمع بقدر العمل الجماعي، العمل كفريق. الكلام ده من حوالي 12 سنة، وابتدينا بمجموعة صغيرة، وابتدينا باجتماع صغير مفتوح للإنشاد وللعبادة المسيحية في مصر. وانت اخترت أيضا كلمة الإنشاد. حلو. واتسع. النهاردة عدد الكروز يصل إلى 250-270 ما بين عازف ومغنم وكل حاجة بقى. أنت معاك مؤسسة بتتحرك. إذن سنخرج في هذا الفاصل مع فريق الكروز ونواصل حوارنا في ممنوع، فابقوا معنا في هذا الفاصل.
لا فيها ذكريات مكتوبة لك ترنيمات رحلة فيها ذكريات مكتوبة ترنيمات زي ما فيها دمعات برضو فيها تعزيات زي ما فيها دمعات برضو فيها تعزيات في رحلة فيها ذكريات مكتوبة ترنيمات دمعات برضو فيها تعزيات زي ما فيها دمعات برضو فيها تعزيات في رحلة فيك ريحة ليك رحلة فيك تحلى بيك رحلة فيك ريحة ليك تحلى بي لحظة عمر عشها معاك هي العمر يكفى حياتي نقضي معاك رحلة عمر دي لحظة عمر بعشها معاك هي العمر يكفى حياتي نقضي معاك رحلة عمر رحلة عمر رحلة عمر دي رحلة فيك رايحة ليك رحلة فيك تحلى بيك رحلة فيك رايحة ليك رحلة فيك تحلى بيك يا يسوع انت الحياة والطريق اللي مشينا سبعة معكن وين ما كنتوا. حملوا هلأ تطبيق سات سبعة على جوالكن، تابعوا كل التفاصيل وهيك بصير فيكن تشاهدوا بثنا المباشر وين ما كنتوا، مع إمكانية متابعة كل برامج سات سبعة والحصول على المعلومات الخاصة فيها. سات سبعة من أجلك أنت. ما قالها اللص اللي جنب المسيح على الصليب، قال نحن بعدل ننال استحقاق مفعل، احنا نستاهل الموت نستاهل الصليب. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي عزي ونصري انت انت المن. عارفين اول واحد قال عن الله ان هو رحيم مين؟ الله نفسه.
عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا، واللي نسمى منه الدور كل الكون في ثانية. الرسالة دي واحدة من رسائل الأيام الأخيرة. في لقاء سابق مع المطرب والملحن الكبير الأستاذ وديع الصافي، كان في ممنوع لنا الامتياز أن نحاوره وأن يغني ويرنم لنا. أخذ عوده الأستاذ وديع وحدثنا عن الوصايا العشر، وكانت ترنيمة حلوة طبعا. أنت أستاذ ماهر عندك قانون الإيمان، ماذا لو تحدثني عن قانون الإيمان؟ هو جزء من منظومة تعليمية فكرت اني احطها في متناول ايدين الناس اللي ما بيقروش ولا يكتبوا، يحفظوا بيها العقائد الرئيسية في المسيحية. حلو ان نفكر انه في ناس لا تقرأ ولا تكتب ولهم عطش وجوع للإيمان وبيحفظوا اسرع مننا، فقلت احط مجموعة العقائد الرئيسية. واحد منها كان قانون الإيمان، ومجموعة نصوص اخرى قمت بتلحينها من القدسات القديمة، من الصلوات الليتورجية القديمة، لحنتها وخليتها في متناول الناس. فواحد منها كان قانون الإيمان. فينا نسمع منه جزء؟ ممكن نسمع منه جزء، هو مسجل يعني، ممكن أجيب لحضرتك جزء ممكن تاخده بالموسيقى. لا يعني أنت الفكرة أساساً أنك الناس طبعاً ده تارجت عندي من زمان، لأن أنا جاي من وسط النوعية دي وقررت أن أنا أفضل بينهم لغة وثقافة. طبعاً. كيف كان تفاعل الناس وأنت يعني لما تسافر للأرياف، لما تروح للصعيد، للقرى المختلفة في مصر، هل وجدت الناس حافظة قانون الإيمان؟ هل حسيت أنه هدفك يتحقق نوعا ما؟ مش كثير، خاصة في موضوع قانون الإيمان. ليش؟ هل هو تقصير منا نحن وسائل الإعلام مثلا؟ مش عارف، يعني حسيت أنه بيحتاجوا كل مرة أنه أنا أقودهم فيه، ما حسيتش في مرة أنه هم حافظينه، مع أني عملت الصياغة الشعرية هو نفس الكلمات. سمعنا منه جزء شعرياً، مش رح نأخذ فاصل موسيقى. ممكن. أنا ابتديته بمقدمة بتقول مسيحي لأني يؤمن بالثلاث، الآب والابن والروح القدس، وهو الذي أعطى لي هذا الإيمان حينما أبان بالحق، حينما أفاض بالحق وأبان أنه خالقي وفدي ومقدسي وممجدي. وبعدين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب كله ذا، ونغمته شعر زي ما هو، يعني نسبة التعديل فيه ما تتعداش 2% كأوزان فقط. مسيحي لأني أؤمن بالثالوث، بالآب والابن والروح القدوس، وهو الذي أعطى لي هذا الإيمان حينما أنار بالحق وأبان. مسيحي حباني مخلصي وفدي مقدسي وممجدي، انه خالقي وهو من احباني مخلصي وفدي مقدسي ومجدي. مسيحي لاني بالحقيقه اؤمن باله واحد قدوس، الله السماء وكذا الأرض. مسيحي لأني
المسيح خلق الكل فيه وله الجميع. ما يرى وما لا يرى خلق بالمسيح خلق الكل فيه وله الجميع. مسيحي لأني بالحقيقة أؤمن برب واحد قدوس يسوع المسيح الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. مسيحي لأني بالحقيقة أؤمن برب واحد قدوس يسوع المسيح الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. نور من نور إله حق من إله حق مولود أزلي غير مخلوق. نور من نور إله حق من إله حق مولود أزلي غير مخلوق. وأؤمن بأن الابن الوحيد واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشري. وأؤمن بأن الابن الوحيد واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشري. ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدوس. ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدوس. ومن مريم العذراء وتناس وصلب عنا على هرب تألم ومات وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث. ومن مريم العذراء وتأناس وصلب عنا على عهد بيلاطس المطير. تألم ومات وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث. صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه. كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه. وأيضا يأتي في مجده العظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليك نسجد له ونمجده مع الآب والابن. يا الرب الموحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن. يا الروح القدس الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامع رسولية ونعترف بما
حياتي الدهر الآتي أمين لمغفرة الخطايا وننتظر قيامك الأموات وحياة الدهر الآتي أمين ماهر. احكي لي شوي على تجربتك في رحلاتك للأرياف والعمل ما بين الأماكن الفقيرة. حلو. يعني ولا نعني أنه كل الأرياف فقيرة، هناك أرياف غنية أيضا، لكن هو الموضوع مش فقر أو غنى بقدر ما هي شريحة تحترم في لغتها، في ثقافتها، في تناولهم حتى للروحانيات. يعني أنا أعتقد أنه معظم الخدام الأتقياء اللي أثروا العالم العربي والمسيحي هم جايين من خاصة من قرى الصعيد. يعني الصعيد حتى على المستوى السياسي أعطى الكثير لمصر، أعطى لمصر عبد الناصر. بالضبط، وده عمق ثقافي واعي، أعطى أدب وأعطى طه حسين. بالضبط، هو وعاء حضاري قوي جدا. لما تيجي تتكلم مع امرأة قروية بسيطة تشعر إنه هي بتتكلم بلغة عمرها 7000 سنة. حلو صحيح. صحيح، يعني ما فيش مرة قعدت أتكلم مع أخت من أخواتنا هناك أو أحد أمهاتنا هناك إلا وشعرت هذا الشعور، إنها يعني تتكلم بلغة مليانة طبقات من الوعي، طبقات من الثقافة، وهي ما تعرفش تقرأ تكتب. غني عمر ما كانت الثقافة مرتبطة بالكتابة أو بالقراءة أبدا. أنا شفت فلاحين مثقفين أكتر مني، إن مثقف واعي بمحيطه، واعي بدنياه، واعي بأرضه، واعي بحضارته، واعي بقيمه حتى الروحية اللي استلمها. لازال في قرى في مصر في الصعيد الجواني زي ما بنقول، في قرى قنا وناجي حمادي تحديدا، لازال في قرى قبطية بتعمل طقس عبادة قديم من على أسطح المنازل، بيقولوا الصلوات الطقسية بتاع الكنيسة القبطية، صلاة باكر مثلا الساعة 6 الصبح، يقف كل واحد على سطح بيت. حلو. وكل واحد يقول مزمور من ال 18 مزمور اللي بيتقالوا في الكنيسة في صلاة باكر الصبح. ده طقس قديم قبطي قديم جدا. علينا أن نتحدث أيضا عن مسيحية مختلفة في العالم العربي. يميل البعض أو يتصور البعض المسيحية بصورتها الغربية فقط، فكيف توصل صورة حقيقية عن مسيحية مصر، عن مسيحية أرياف مصر مثلا لمشاهديك؟ هو من أقدم المناطق من بدايات المسيحية، لازالت المسيحية فيها زي ما هي بعبادتها بطقوسها بألحانها، حتى هي الكنيسة القبطية المصرية. يعني في كنائس اندثرت، يعني الكنائس في تركيا اندثرت من القرن الخامس السادس، ما بقاش ليها وجود. يعني النهاردة ممكن يتعدوا على أصابع صح كنائس آسيا الصغرى، يعني بعد دخول الأتراك العثمانيين. وأنا لسه راجع من بغداد، ابتدت تنقرض المسيحية هناك، الكنائس الأشورية أعداد قلت. يعني في فلسطين مثلا عدد المسيحيين في الخمسين سنة الأخيرة يعني نزل أكثر من 20%. أكثر صحيح. وأنا بحب بغداد جدا، وتراثهم مسيحي عريق، ومن أوائل المناطق اللي حصل فيها حوار إسلامي مسيحي قوي عبر التراث. هناك رسائل يعني في كل الكتب التاريخ تتحدث عن حوارات ما بين مسيحيين ومسلمين في بلاطات العباسيين خاصة. تسمع عن يحيى بن عدي من تكريت، هذا رجل لاهوتي استخدم كل المصطلحات المتقابلة بين علم الكلام والفلسفة وعلم اللاهوت المسيحي، قبل ما في علم مجرد اسمه علم اللاهوت المسيحي. وله رسالة محققة وسط الكنيسة الكاثوليكية في مصر وبعض أعضاء الكنيسة الإنجليزية، من أقوى الرسائل اللي جمعت في الحوار بين الفكر الإسلامي والمسيحي، خاصة في العلوم اللاهوتية وعلم الكلام. المهم أنه المنطقة المصرية حاليا من أقوى الكنائس اللي ليها التراث والعمق والأصالة، ولا زالت موجودة لغاية النهاردة ككنيسة شرقية. ككنيسة، يعني أنت لما تنزل في الصعيد أنت كأنك في القرن الأول والثاني ميلادي. العبادة والطقوس حتى الكنائس، عندنا مجموعة كنائس في شرق محافظة سوهاج في الجبل
جبل الشرق أو شرق النيل. والكنائس فيها الكراسي، وبعض الكنائس الأديرة لا يوجد فيها كراسي. النظام القديم كأنك في القرن الأوان، حتى المباني. حضرتك عارف أنه من أقدم المخطوطات اللي وجدت مكتبة كاملة مثلا من القرن الأول في مدينة نجع حمادي، وجد فيها كل الأناجيل، وجد فيها نسخة كاملة من الكتاب المقدس العهد القديم، وجدت الأناجيل الأربعة في نجع حمادي في الصعيد. فالصعيد عمق روحاني للمسيحية حتى من القرن الأولاني مسيحي. هل لموسيقى ترتيل الصعيد لها طابع خاص؟ طبعا. مثلا ما هي بعض الترانيم اللي تطبعت في ترانيمك أو في موسيقاك بموسيقى الصعيد؟ ولا لسه بعد؟ لا ده كتير. يعني معظم الترانيم الشعبية زي مثلا حي هو الرب إلهي اللي أنا واقف قدامه، حي سيد الملك اللي أنا عايش خدامه، اللي أنا خايف من شيء كان ولا من مخلوق مهما كان، ولا محتاج شيء من إنسان ده مكفيني سلامه. حي هو ده اللون الصعيدي، ولهم قوالب في الإيقاع، حتى مشهور الإيقاع الصعيدي، تلاقي الكيبورد نازل من اليابان مكتوب عليه صعيدي، ويبقى بيعزف بيه في لبنان وفي تركيا، والإيقاع ده اسمه الإيقاع الصعيدي نازل بيه اللي يعني رتلت منه الآن. ده إيقاع صعيدي. أعطينا ترنيمة مش من عندك بس صعيدية وأثرت فيك. ما أقدرش أعيش من غيرك يا راويني يا يسوع من خيرك، في الجوع قلقك شبعي، في الخوف بتشجعني. لا 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 لا. شوف اللحن عامل ازاي حلو، الحان الصعيد ومفرح يعني، مليانة قوة، فيها قوة في الأداء، ما بتاخدش الكيرف الموسيقي المقام كله، تاخد مساحة صغيرة عشان يشترك فيه الجميع حتى اللي ما عنده صوت. ممتلئة بالفرح، كل ألحان التلاتيل الصعيدية تلاقي فيها الصفات دي، القوة والفرح والبساطة، ما يقولش كلمات كتير ولا كلمات معقدة، لكن يخش في صلب الموضوع على طول. لفاكر مرة كنت في حفل مع زياد، تحية خاصة إلى الأخ زياد، حبيبي زياد شحاتة، ورنم ترنيمات وقال لي دي أنا جايبها من الصعيد من هناك، وكان فرحان بيها جدا. يقودني ذلك إلى أسئلة أخرى، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل. وأروح لي مين وانت سجد
www.sat7.com. جديرنا تنوع وشمولية عبر موقعنا الإلكتروني، خدمات عديدة لإرضائك. بإمكانك متابعة آخر أخبار برامجنا وبشكل يومي، مشاهدة الإرسال المباشر لمحطات سات 7 عبر اليوتيوب، مع إمكانية اختيار حلقات برنامجك المفضل في أي وقت تشاء. نواكب الأحدث لنقدم الأفضل. سات 7 موقع إلكتروني لخدمتك. ما تعلمتش اخلى عدوي يشوفني بدون تسليح. تعالوا بينا نقول لا للتزام الشبهات اليابسه اللي ما فيهاش فرحه التسبحه. تعالوا بينا نستقبل ترنيمه من الرب، وصوتي ليك هيعلى كل ايامي، ده انت فرح قلبي وانت سلام. تعالوا نستقبل صوت يسوع الجميل في قلوبنا، صوت يسوع الحلو في قلوبنا يحل عبادتنا ويحل حياتنا وغربتنا وأيامنا. حتى اللي حواليك هيتباركوا بيك وانت بتبارك الرب. قال بك قامت قلبي هغني كأني بدون مسيح. أحبائي، يشرفنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة من خلال شاشات سات 7 خدمة صباح الجمعة من كنيسة قصر الدبارة الإنجيلية. لذلك انتظرونا كل يوم جمعة 11 صباحا لتتعبدوا معنا لإلهنا الحي. صباح كل جمعة من كل أسبوع على شاشة سات 7. إذن أستاذ ماهر، بعد سنوات كثيرة تجولت فيها في ألوان كثيرة من التسبيح، ماذا تعلمت؟ التسبيح هو العمل الإلهي أو الفن الإلهي. البشر خدوا قمص منه. التسبيح هو عمل إلهي بحت، فلا يسبح الله تبارك اسمه إلا الله. أمين. لا، لأنه طبيعي وبديهي ومنطقي أنه لا يعرف الله إلا الله. فمن يحمد صفات الله إلا الله؟ من يسبح بحمد الله؟ حلوة يعني من رأى الله. بالضبط كده، يعني حتى إخواتنا المسلمين يقول أنا عرفت الله بالله. فلا يعرف الله إلا بالله، ولا يسبح الله إلا بالله، فهو العارف بصفاته، وهو العارف بحمده، وهو العارف بتسبيحه. لذا يعني تفاصيل الكلمات بتخليك تتمتع. يعني انت بتتعامل مع صفات الله موسيقيا، بس انت بتتوقف زي النوتة الموسيقية، انت بتتمتع في كل الصفات بالكلمات. لانه هو ادخال الى عالم الله تبارك اسمه، وادخال بنعمته، ادخال برحمته. فروح الله عندنا في المسيحية هو الذي يقودنا، فلا يستطيع أحد أن ينطق بالربوبية حسب تعليم الكتاب المقدس إلا بالروح القدس. لا يستطيع أحد أن يقول المسيح رب إلا بالروح القدس. لا يستطيع أحد أن ينطق بعظمة الله إلا بنفحة من روح الله. يعني أنت في الموسيقى أستاذ ماهر، وأنت بتعزف في كل هذه السنوات، ماذا أضافت لك الخدمة الموسيقية لحياتك الروحية؟ ماذا تعلمت؟ الموسيقى نوع من أنواع اللغات اللي لا تقتصر على عالم بها. يعني حتى الطفل يعرف هذه اللغة، يعرف كيف يترجمها. حلو. فالموسيقى مش هي العزف، أحياناً بنخلط بين الاثنين. يعني ممكن يبقى واحد بيعزف كويس والتقنيات والبراعة والمهارة دقيقة جداً ومبهرة، ولكن الموسيقى عالم آخر. ممكن طفل، ممكن امرأة مسنة تاخد طفل حفيدها في حجرها زي ما بنقول بالمصري كده، وتدندن وتعيش موسيقى. لأن الموسيقى هي حركة الدفق الإلهي لمحبة الله على الكون كله.
فهناك من يسمعها وهناك من لا يسمعها، وده موجود عندنا في مزمور 19. يقول ايه بقى؟ وهو يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوم الى يوم يذيع كلاما وليل الى ليل يبدي علما. في كل الارض خرجت نغمتهم، خرجت كل الارض نغمتهم خرجت الى كل الارض. لا تسمع صوتهم، يعني انت ما تسمعش صوتهم، ما تقدرش تميز، لكن في اجهزه ابتدت تسمع الموسيقى الكونيه. يعني الكلام ده للابحاث دي من الثمانينات، يعني جابوا اجهزه تسمع ازاي. عارف انا اديت مثل ده للفريق الكاروز من 10 سنين وانا بعلمهم عن الموسيقى الكونيه. لما اجيب كره صغيره وتربطها في سلك زي الوتر وتعملها كده تدي لك نغمه صوت، لو طولت الوتر ده يدي لك نغمه ثانيه، لو قصرته يدي نغمه. فالاكوان وهي بتلف لها نغمات، وهي بتلف تسبح بحمد الله. مزمور 148 بيقول بقى كل الكائنات والكائنات والموجودات والوجودات كيف تسبح وكيف تنغم، وتفاصيل الكلمات كل الكائنات كل الموجودات كل الوجودات كل الوجودات. الوجود غير الموجود. طبعا حضرتك أدرى طبعا. الله يخليك، حضرتك عالم كبير. فالموسيقى أضافت لي نافذة على اتساع أيضا غير محدود، يعني بخلاف الروحانية غير محدود. يتساءل المشاهد صديقي وأخي ماهر، لماذا تغنون في الكنائس؟ يعني أنتم في محضر عبادة، ليش لازم الموسيقى هي اللي تدخلكم لمحضر الله؟ يعني كأنه صلاتكم أنتم المسيحيين لا تكفي فقط لتتمتعوا بحضور إلهي، هذا صحيح؟ حلو. أرجع بس قبل السؤال أفرق بين الدخول إلى حضرة الله وعلاقته بالموسيقى، لأنه لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد الموسيقى لها علاقة بالحضرة. لا في العهد القديم، يعني في قدس الأقداس في العهد القديم وحضرتك أدرى ما كانش بيدخل أدوات موسيقية، لا في القدس ولا في القدس الداخلي الذي يسمى بقدس الأقداس إن في خيمة الاجتماع أو في الهيكل اليهودي. فما فيش موسيقى بتدخل إلى أقداس الحضرة الإلهية لا في العهد القديم ولا في الجديد، لأنه العبادة روح، الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. أمال إيه بقى حكاية الموسيقى؟ إن الله فرحان بعباده، الله فرحان بالآتين له، الله مفرح، تبارك اسمه مفرح. فإحنا بندخل باحتفالية، يعني إحنا رايحين ذهابا إلى الحضرة باحتفالية. وكل ما أخبرنا عنه في كتابه مفرح، أخبار كلها سرة، أخبار عن محبة الله وفدائه لينا، أخبار عن أنه هو القادر أن يغسلنا ويطهرنا وينقينا ويقومنا ويرحمنا، كل دي أخبار مفرحة. كل واحدة منهم تدعوني إلى استخدام كل وسائط التعبير إن بأدوات موسيقية، ولكن ما إن دخلنا الحضرة حتى اللغة بتاعتنا قاصرة على التعبير. يعني أنا حتى وأنا بعزف موسيقى وبدخل في احتفالات العبادة الروحية بالموسيقى، ولكن ممكن في وسط الموسيقى أدخلنا روح الله إلى الحضرة، أنا بوقف عزف وبنبتدي نقول وندخل بأرواحنا بدون مؤثرات، خلاص انتفى التأثير إذا الرب جذبك، حصل جذب. كيف تصف ذلك الإحساس اللي وأنت بتمتع في الترنيم أنه تحس أنه حتى جسدك كأنه في انصهار، في ذوبان، حالة وجد؟ هو مش الجسد البادئ، ولكن الروح اللي هو القدس الداخلي عند الإنسان. القدس؟ القدس الداخلي للإنسان هو الروح. وبعدين المنطقة حلو التعبير. صعبة أنت أستاذ ماهر، يعني في كلمات منتقاط أنت ترسم بالكلمات في هذا المساء، وهيدي الحقيقة. يعني القدس الداخلي، أقصد حق قالوا لينا الروح القدس في الكتاب أنه في الإنسان الداخلي، يقول إذا كان إنسان الخارج يفنى فالداخلي يتجدد. فمتى امتلأت روحي بالروح القدس فاض على الجزء الداخلي الممتلئ بالحس والوعي، اللي هو قوة الفكر وقوة الشعور وقوة الإرادة، وبعدين طلعت على المنطقة الخارجية المرئية اللي هي الجسد. فالجسد آخر منطقة تتأثر روحيا. نخرج في هذا الفاصل الأخير ونودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة من ممنوع.
عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلا اسمع صلاتي واستجب دعائي في وقت ضيقي بحثت عن النجاة بحثت عن النجاة فجئت إليك صارخا يا رب العلا اسمع صلاتي واستجب دعاء إني لا رافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان إليك إليك يا رب العلا اسمع صلاتي واستجب. أنا جاي أهرب من الزحمة بتاعة الخدمة، لكن اتفاجئت إنه برضو في ناس هنا محتاجة خدمة. يعني أنا جيت أعمل المكان للخلوة أنا والفريق بتاع الخدمة اللي بنخدم مع بعض، لكن اتفاجئنا إنه في شباب هنا محتاج خدمة، وفي اجتماعات هنا محتاجة خدمة، وفي ناس شغالة هنا ملهاش حد يعزيها بكلمة، يقول لها ترتيلة حلوة، ياخدها في سكة حلوة فيها تعزية وفيها بركة. فمن هنا بقى في حاجة نقدر نقول إنها كده، لكن مش مقصودة. أنت هربان من الزحمة تلاقي الزحمة جاية بتجري وراك، لكن أنت بتاخد بركة برضو في الزحمة. يسوعي قول له يا رب صخرتي، يا رب صخرتي عزي وترسي عليك اتكل قلبي اسمع صلاتي واستجب دعائي إني لا رافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان اسمع صلاتي واستجب آتي إليك آتي إليك مش في الاجتماع يا رب، في هيكل القدس في قدسك وأجثو خاشعا أمام عرش مجدك اسمع صلاتي واستجب دعائي إني لا رافع عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلا اسمع صلاتي واستجب دعائي.